السلام عليكم، مرحبا بكم الناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا على يعني رفيق وحيد وين يتكلم على وين يتكلم على الاتحادية كيف تسير، يعني تسير يعني بطريقة غير قانونية. قولوا طريقة غير قانونية، وهذو ناس يعرفوا قوانين مليح ويعرفوا كيفاش. حنا هي بروحها قلعت غير قانونية، رئيس اتحادية كان مستقيل يعني، وجابوه عاودوا ردوه عاودوا من فرضوه يعني على رئيس في المنصب تاع رئيس اتحادية، رغم انه لا يعلم ماذا راه ما على بالوش واش راه يدير. يعني محطوط يتلقى اوامر، هذه اللي ما خلاتوش ما تخليش ينجح، ما غاديش تخليه ينجح برك. هذه ما غاديش تخليه ينجح، ما تخليش ينجح صاحبي. يهدر في امور يعني الصح ما راحلوش كاع، الصح ما راحلوش. وشو واش راه صاري في البطوله الوطنيه، يعني راه لا هي الا في العقد تاع المدرب. يتكلم لك على اشياء يعني نورمالمون هذوك الاشياء خليهم، ماشي نديرو بهم الشعبويه، ماشي نديرو بهم الباز. يعني روح نتايا عندك تكاكا بالبطوله، اللي راهي فاسده. تجي كاين اللي يقول لك مدور، يا ودي مدور شكون اللي يحكم فيه؟ مدور شكون اللي يحكم فيه؟ يحكم فيه رئيس اتحاديه. يعني التنظيم، شكون المسؤول على تنظيم البطوله؟ المسؤول على تنظيم البطولة هو رئيس اتحادية. تبقى العمل تاعو مع الفريق الوطني، مع المنتخب الوطني، يعني تبقى هذاك الشيء. يعني لازم عليه كي تجي تربص، عندك تربص كيما ضرب غادي نديرو تربص في نوفمبر، من نوفمبر نكملو التربص تاعنا وروح حتى لمارس، يعني خمس شهور، خمسة شهور قارة، خمسة شهور. هذه خمسة شهور نقعدوا نهضروا على المدرب وعلى مديرية الفنية تاع المدرب، ونهضروا غير المدرب ونهضروا. لازم رئيس اتحادية يلها بالبطولة الجزائرية، يكون ردع، يكون الردع. إلا ما كانش الردع وكاين مساومات والمحبة وكاين، يا غادي ما نديروا والو، يا ما غادي نديروا والو، غادي نقعدوا كيما هكا ندوروا في بلاصتنا، على بالكم بها. نقعدو غير هكا، نقعدو غير هكا دور منا بريكول، وكي تبحر لهم يخرج يروح بالجمعة للبوست الإذاعة، يعني الإذاعة تسمع غير في البوست مدرب وراه جاي وراه بنجيبو وانا خاطيني، واللعابة هما اللي يجو للمدرب هو اللي يتكاكا من اللعب، باه يديرو إشهار المدرب اللي هو اللي يجيب اللعابة. هدرنا صح، على بالكم ما نبقاوش نهضرو مدرب باه يزيد مدرب، من هذا مدرب هذي عامل تاعك تصاي خليه منا على جهة. قالك باه يخمم، قالك بعد ما جبت كوب دي موند خلوني نرتاح شوية ونخمم، خلوه تا يخمم. تا دروك لازم انت لازم لك تكون البيرو في ديرال يكون قوية. انت على بالكم باللي جاو رؤساء يعني اتحاديات وممثلين رؤساء اتحاديات يعني الافارقة جاو حضروا للقرعة تاع الشهر، على بالكم باللي مكاش كاع الاعضاء هذو السبعة اللي انا نهضروا عليهم، هذا النائب رئيس اتحادية وجماعة، على بالك باللي ما حضروش، مكاش كاع، لم يظهر لهم اثر. انت يضرب مين تجي تهدر، يقول لك انت ماك عارف والو، يمشي ما عارفين والو، هذه ما كاش كاع. هذه انت جايبين ناس كوميرس، ناس يخدموا كوميرس، ناس لاهيين بصوالحهم، كيما نهار بهلول قال لهم زاتشي ما ينجمش يترشح على عنده اعمال شخصيه تاعو هنا، ما ينجمش يسمح فيهم. بصح ما ينجمش يسمح فيهم، علاه جا ما يجيش؟ تما يخدم مصلحه تاعه، كيما هذو اللي راهم اعضاء يعني يخدموا مصالح تاعهم برك. هذا مكان هذو اعضاء ما عندهم، انا بقول والله وتسقسيه شحال كاين من لاعب، شحال كاين في البطوله الجزائريه من لاعب البطوله الاولى، شحال كاين من لاعب ينشط، والله ما على بالهم. تقول له شحال كاين من الاقسام، والله ما على بالهم، يعرفوا القسم الاول القسم الثاني ومليا، والله ما على بالهم شحال كاين التحت. هذه باش ندخلكم لا فريسانكم. حنايا نشوفوا رفيق وحيد واش تكلم، ما من ديميسيون، ما عندوش دروا، هو نهار ترشح
نهار حط ملف ترشح اي عضو مش ما جيب النصر اي عضو نهار حط ملف ترشح وفي ملف ترشح كان تعهد معناتها اذا كان فاز بمنصب في المكتب الفيدرالي عنده شهر باش يكون خلاص خلال المنصب تاعو شهر هذا كان يقول لك يعني اللي دار هذا القانون هذا شهر خلى له بور بريباري لي باساسيون بور هذا لو بروبليم بالناصر مثلا علاش الناس كاين عاده في الناصر تاع مقرى تيرجع لابريس وقال انا ديميسيونيت من المقرى وهو البريزون جديد اهلا زعما دار دون لي راك دولار ولكن في الواقع ما راحش في الواقع هو راه البريزون تاع مقرى هذا امر غير طبيعي هو غير لذلك اليوم لو يعاود يديروا النوتر ديلي ولا يقول مخيروا بين هذا بين البوست البيرو فيدرال ولا لا ليغ ولا الكلوب تاعكم هذا خطا يعني هذا تعسف جديد وعدم احترام جديد للقوانين لا 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 تعديل القانون لازم تعديل القانون اليوم مش بتعليمه تعديل القانون اليوم واش يصرى لو كان طبقوا القانون بحذافيره شوف لارتيكل 8 تاع الدوكري تاع نون كيميل يجوا فيه سبعه راضي في راضي شطب ها واش كاين ويطلعوا لي سوبليون وهذا ما كان واش يعني يسمى الامور بمسمياتها يعني المكتب الفيدرالي الحالي غير قانوني بيش غير قانوني هكذا في حال لم يجيو منذ لو يطبق القانون 7 اوت منذ 8 اوت 8 اوت منذ 8 اوت منذ 8 اوت كل القرارات المتخذه باسم المكتب الفيدرالي منذ 8 اوت بحضور الاعضاء السبعه اللي عندهم الكوميل قرارات غير قانونيه المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكره القدم يتواجد في وضعيه قانونيه مثل ما كان عليه الحال في المكتب السابق كي مكتب تاتي كي مكتب قلعوا شاف الدين عماره شاف الدين عماره يعني ما شاف دينا مارا جاب تاع الدولة حطاتو يعني وما بغاش ما بغاش الذل هذه هي شاف دينا مارا جابتو الدولة بصح ما بغاش الذل هذه مت عليه كاع حتى كاع جاكم ساهل شاف دينا مارا في هكا في الوجه ساهل بصح هو ينجم يبول على المخير فيكم كاع حاشاكم هذه الكلمة ينجم يبول على المخير فيكم بصح كاع الناس طاحت عليه ش عندنا في المواقع ويعني بصح في الواقع ما بغاش هو خرج راجل وما بغاش الذل ما بغاش باللي شاف باللي عساس يحكم في مدير مؤسسه اي ما بغاش ما عياو فيه كنا نقول لكم باللي ما غاديش يخرج ما بصح هو دا لا ديسيسيون تاعو بلي ما يزيدش مادام كاين هكا مادام كاين مدرب هو اللي يعين هو اللي يقلع هو اللي يدير هو اللي يحكم هو ايه راهم حنايا رانا هنا ستيلو ولا على بالك المدرب هادو كي دايرهم ستيلو يسنيو ستيلوات كي يقبل لي ينشف يعاود يجيب ستيلو وحده اخرى دايرهم ستيلوات برك القرارات كاع من دالي دوحه حنا دالي ابراهيم يسنيو برك ستيلوات هادو اللي راهم في دالي ابراهيم كلهم يعني ستيلوات الرسمي رئيس الاتحاديه تاعنا احنا في دالي دوحه كاين دالي ابراهيم وكاين دالي دوحه ودي فوا كاين دالي باري دالي باري هذه باش يكون على بالهم لازم اخذ قرارات يا سي زبزاف الى باغي تخدم واك باغي تخلي بلاصتك والناس يقولوا ما شاء الله حافظ على الشخصيه تاعك وانت ربي خلقك ذكر انت ربي خلقك ذكر خلقك نظيف نظف روحك هذه اللي نقولها لك نظف روحك الخوف من ربي واللي كاتبها واللي مكتوبه راه ربي كاتبها لك بلا ما تدل روحك ما تسقاش تدل روحك باش تقعد ولا الى ربي الى كنت عندك مبادئ ربي غادي ربي يخليك لازم بنادم تكون عنده مبادئ لازم بنادم تكون عنده قرارات على بالنا بلي الله غالب عليك انت يا راك تبع برك راك جونتي اقعد شاديق لك الدير بلا ما تنساو اعطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو ان شاء الله معكم ديما بجديد وربي يحفظكم صحيتو خالتي.
صح.